يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي لا يحضر الدروس العلمية ولا يجالس إخوانه بل يجلس مع زوجته لأنه يحبها، هل هذا من المحبة المذمومة؟ نعم، هذا آثر ما تحبه نفسه على ما يحبه الله. الله أحب منك أن تحضر مجالس الذكر، تحضر تطلب العلم، ولا تقدم محبة زوجتك أو مالك على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.